احنا معانا كمان لانه انا قلت لحضرتك يعني محبينك الله يخليك فندم. بس احنا في اللحظه دي معانا نجم انا بحبه جدا الحقيقه ومقرب لقلبي يعني النجم هادي الجيار. ده حبيبي. كده طبعا بنقول في المال والبنون والضوء في المال الشارد. والبنون والضوء الشارد والسيره الهلاليه. ايوه يا استاذ يعني. هادي الو الو يا حبيبي كل سنه وانت طيب. ازيك يا دكتور محمد وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي وانت طيب ومنور يا ملك. كل سنه وانت طيب يا محمود يا حبيبي. انتوا بص انتوا مع بعض انا بره بقى الحوار يعني انتوا كلكم اتفضل يعني منورنا النهارده المخرجنا الكبير. انا بص يا دكتور محمد اتفضل. انا التقيت بالاستاذ مجدي وعميره بالاردن واحنا بنعمل الرايه البيضاء وكان المساعد الاول الاستاذ محمد فاضل. ده الرايه البيضاء ده اللي انت سافرت بعدهم. كده نزلنا من الاردن اصدقاء. واصدقاء اصدقاء يعني. واول ما نزلت بفتره كده بعت لي في المال والبنون. فكنت فرحان جدا جدا لاسباب خاصه بيا. نمره واحد ده انا اول مره هعمل دور تقريبا مناسب لسن الحقيقي. اللي هو بقى يا راجل ومتجوز ومخلف وعنده بنت الثانويه العامه واسيب مرحله الشباب دي. تمام. فرحان بيه جدا. ولذلك بذلت فيه مجهود غير عادي. الاستاذ مجدي ابو عميره بقى شخصيه ممتعه. وصحابه المقربين من الوسط الفني يثق فيهم وهم يثقوا فيه جدا. يعني ممكن الاستاذ مجدي يتصل بيا مثلا في اختيار ممثل يقول لي هادي انا عندي دور كذا. الاستاذ فلان ولا الاستاذ فلان؟ فانا بعامله على ان احنا اصحاب من سنوات طويله جدا وبثق فيه جدا وبستمتع بالشغل معاه اقصى درجات الاستمتاع. وعملته معاه اعظم ادوار يعني. من اول البنون والضوء الشارد والسيره الهلاليه واشتغلت معاه كتير. انا بحب البلاتو بتاعه. لان هو بيحب كل الناس متوهجه معاه وزي ما قالوا زمايلي قبل كده كل جزئيه تبقى منوره، الديكور منور، الاضاءه منوره، المصورين مبسوطين. شكرا. والله العظيم شخصيه ممتعه. ربنا يخليك يا عميره. احد اعمده الدراما المصريه والعربيه. صحيح. امانه. صحيح. لا ودكتور محمد عمل هادي عمل اولا الاستاذ هادي جيار ده نحت في الصخر برضه. يعني لا هو رحله كفاح طبعا. كفاح رهيبه طبعا. وكل اعماله حتى دلوقتي يعني له بصمه. لكن انا تحديدا هتكلم على عملين. في مع بتوعي. مع الاستاذ هادي اللي هو المال والبنون والضوء الشرقي. شخصيه منعم الضوء. دي الشخصيه دي عملت انقلاب في الجزء الاول والجزء الثاني. وكان عامل الشخصيه بشكل رائع. اتكلم على الجزء الثاني بقى في الضوء الشارد. عمل شخصيه صبري ده جميل وكوميدي في ذات الوقت. فالصعيد الكوميدي او دمه خفيف وفي نفس الوقت خبيث. لا لازم احييه. لا طبعا بجد. وبشكرك جدا فناننا الجميل هادي الجيار وكل سنه وانت طيب. كل طيبين جميعا. وانت طيب يا حبيبي دايما متواصلين ان شاء الله.